40 عاماً والعراقيون ينتظرون استقبال هذه البطولة، وها هم على بعد ساعات لبدء العرس الخليجي في البصرة الفيحاء. منذ شهرين والعراق يواصل استعداداته المكثفة لاستضافة كأس الخليج، جوانب خدمية وأخرى تنظيمية وكرنفالات رياضية في بغداد والبصرة. أهل الفن أيضاً دخلوا على خط البطولة من خلال أغانيهم التي عبرت عن كرم العراقيين وحبهم للخليج وأهله. إحنا شعب واحد، أرض وبحر واحد، صوت وصدى واحد، والعالم يسمع. راس الخليج أرقى، ومن الذهب أنقى، لآخر زمن يبقى الأغلى والأحلى. هنالك العديد من المشاركات للعديد من الفنانين العراقيين، وهنالك عمل من إنتاج نقابة الفنانين العراقيين بشكل مباشر، وهو للفنان نجاح عبد الغفور. ونعيش بأحلى أيام. الفنان نجاح عبد الغفور كان له بصمة في هذه البطولة من خلال أغنيته هلا بجيتكم هلا. هلا 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 بجيتكم هلا، هلا 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 بجيتكم هلا، النخل كله يحييكم شط العرب حلا. جمهور متعطش هنا في بغداد، العديد منهم لم يستطع الوصول إلى البصرة أو حجز التذاكر، لكنه سيدعم ويشجع وربما يتوقع من الفائز بالبطولة مبكرا. ما حصلت تذاكر مع الأسف، بس إن شاء الله حنكون متواجدين نشجعهم قالبا وقلبا بالهاية بغداد إن شاء الله منطقة الكرادة. أتوقع إن شاء الله المنتخب العراقي أو المنتخب السعودي، وإذا المنتخب السعودي أخذها فما راحت الغريب، وإن شاء الله إن شاء الله يأخذها المنتخب العراقي. فنانون على مختلف ألوانهم قدموا الدعم من خلال أصواتهم وألحانهم لإنجاح هذه البطولة، كما وعد العراقيون بأن تكون هذه النسخة الأجمل من خلال التنظيم والجمهور، وأن تكون كرنفالاً خليجياً، لكن هذه المرة بنكهة عراقية. سامر الكبيسي، العربية، بغداد.